السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءتنا جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الجدي. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام، وكتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. برج الجدي النهارده 6 يوليو 2022، 6/7 النهارده الاربع، ده تاريخ الفيديو بتاعك يا برج الجدي، التاريخ بس علشان مصداقيه قناتك، لكن بإذن الله بفضل ربنا قراءتك هيظهر فيها كل اللي مستخبي، وهيظهر فيها كل اللي انت محتاج تسمعه، لان هيكون عندك طاقة حلوة وانفراجات حلوة، والألم اللي انت فيه والحزن ده هيتبدل لفرح وسعادة، لان عندك جواز وعندك استقرار وعندك فرحة طال انتظارها. ونشوف مع بعض اخبارك كلها في حياتك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. انتوا عندكم علاقة تربطكم بحد، بس في شوية تقلب مزاج عندكم. انتوا اليومين دول مش مرتاحين، عندكم علاقة بحد ربطاكم، والعلاقة دي مقيدين بيها جدا، حاسين ان في شوية مشاكل، مفيش استقرار بينك وما بين حد من ابراج ابراج كده، يعني بتأذيك. ممكن يكون صداقة، ممكن يكون علاقة تربطكم، في شوية لخبطة، بس الفترة اللي جاية هيكون في أمور حلوة. كمان عندكم فرو، عندكم أكتر من علاقة حلوة الفترة اللي جاية، وهيبقى في طاقة إيجابية. كمان الفترة دي في علاقة تربطكم من برج الثور، برج الجدي، برج العذراء، عندكم علاقة تربطكم بيهم الناس دي. فإن شاء الله بإذن الله الفترة اللي جاية هيبقى في تحسن حلو على جميع الأصعد بتاعتكم. كمان عندكم طاقة إيجابية، الطاقة الإيجابية دي هتكون جميلة جدا، وهيبقى في رابط قوي، وهيبقى في كمان تجمع في الحلال مع برج الثور، أو هيبقى في جواز قريب جدا. كمان في اتنين قريبين منكم، الاتنين اللي قريبين منكم دول بيأذوا فيكم، فأنتوا في مأزى. كمان في خبر هتسمعوه، في حد بيتجسس عليكم، خلوا بالكم، وبيراقبكم، بيراقبكم مراقبة حب، بيتجسس عليكم، هو فعلا بيحبكم جدا، بس انتوا مش مدينه الطريق ولا مفتحله الباب، بس عندكم بشارة الفترة اللي جاية دي. كمان انتوا الفترة دي بتتجاهلوا حد تجاهل تاما، في خبر هيجيلكم يخص موضوع جديد، يخص سكن جديد، يخص حاجة جديدة. كمان انتوا هنا بدأتوا تشوفوا حياتكم، حاسين ان الدنيا ملطشة معاكم يمين وشمال، فالفترة اللي جاية هتبدأوا تعيدوا حساباتكم، هتبدأوا ترحلوا من الاماكن الغامقة اللي عندكم وتشوفوا الدنيا فيها ايه. كمان عندكم حرف الراء وحرف الواو وحرف النون، دول ثلاث اشخاص بيخونوا فيكم، او من الحروف دي حد بيخون فيكم. طيب انتم انفصلتوا عن حد، في رجوع عندكم، في طاقة عندكم الفترة دي بسم الله ما شاء الله عليكم. كمان انتوا في حد مريض عندكم بيشتكي من وجع في دماغه، بيشتكي من وجع في جسمه، عنده شفاء بإذن الله الفترة اللي جاية. كمان انتوا هنا عندكم حرف الميم، حرف الميم ده في بينكم حاجة، ناويين تاخدوا قرار، ناويين تشوفوا ايه الطاقة الإيجابية اللي عندكم. انتوا طيبين جدا، حنينين جدا، مميزين جدا مع علاقاتكم مع الآخرين، بس عندكم طاقة مؤثرة عليكم في كذا حاجة. كمان عايزين تقطعوا علاقتكم حرفيا بحد أذيكم وعمال يطعن فيكم. عندكم برج الأسد، بينكم ما بينه بداية جديدة، بينكم ما بينه حاجة جديدة هتبدأوها الفترة اللي جاية. في حد بيتدخل في حياتكم بيأذي فيكم من طاقة سلبية، بس انتوا ما بتحبوش الكلام ده ولا بتحبوا الطريقة دي. كمان انتوا خايفين تبدأوا بداية، خايفين تعملوا حاجة، في حاجة عندكم، البعض منكم ممكن يكون خايف من التقاليد والعادات، البعض منكم عنده حاجة مأثرة عليه، الله أعلم. عندكم بداية جديدة أحسن من اللي انتوا فيها حاليا، عشان اللي انتوا فيه قررتوا ان انتوا تمشوا، قررتوا ان انتوا تنفصلوا، قررتوا ان انتوا تشوفوا طرق مختلفة. كمان الفترة دي هيكون عندكم عقد، عندكم ورقة هتمضوها، الورقة اللي هتمضوها دي هتحققوا منها نجاح، هتحققوا منها حاجة جديدة، موضوع جديد، يعني في حاجة جديدة انتوا بالفعل هتعملوها الفترة دي، هيكون فيها تحسن حلو. كمان انتوا هنا وشكم بدأ ينور، في تنوير عليكم، او تنوير بمعنى اصح لحياتكم. على قد ما انتوا الفترة دي بتعانوا من اكتر من حاجة، على قد ما هيكون عندكم انفراجات حلوة،
ورقة هتمضوها بالخير وهتكونوا مبسوطين جدا بيها، وهتحسوا قد ايه ان الورقة دي جات لكم فعلا في الوقت المناسب. الورقة دي فعلا كانت جايه لكم في احسن وقت، في حال افضل، في طاقة افضل، في امور عندكم تجديد حلو. كمان انتم مستنيين حاجة بفارغ الصبر، لا اما ورقة انتظار ليكم، لا اما خبر تسمعوه. البعض منكم هنا باله مشغول بحاجات كتيرة جدا، انتم عايزين تعملوا عملية وخايفين مترددين هتعملوها بالخير بإذن الله، او هي اتعملت وانتوا كنتوا قلقانين من ردة، يعني من صعوبة العملية، حسيتوا ان هي سهلة وبسيطة وربنا قومكم فعلا بالسلامة. في هنا كمان طاقة حلوة جدا، هتكونوا مبسوطين جدا وهتكونوا مختلفين بقدر المستطاع عن اي حد في حياتكم. ليه؟ علشان التميز دايما بيميزكم عن حاجات كتيرة جدا عندكم. كمان انتوا هنا بقالكم اكتر من مدة كبيرة جدا مستنيين خبر حمل، مستنيين حاجة تسمعوا وتخص حمل، بس انتوا عندكم شوية عند بتعندوا مع حد، ما بتسمعوش كلام حد الفترة دي، قافلين عليكم بيبان كتيرة جدا بسبب ناس، بسبب حد. مين الشخص اللي عندكم مختفي بقاله مدة كبيرة جدا ومش عارفين تلاقوه او عارفين تسمعوا عنه حاجة؟ انتوا عندكم اصرار، مصممين على هدف، مصممين على حاجة كده قدام عينيكم وعمالين تسعوا من اجلها. كمان هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم اي حد هيقف معاكم من ناحية العاطفة وهيخليكم تتخطوا كل المشاكل. عندكم شخص هيجيلكم من حد كده، يعني كان بينكم وبينه خلاف، بينكم وبينه توتر، بينكم وبينه امور معقدة، بدأت الامور تتحسن الفترة دي وهيبقى في طاقة ايجابية. كمان انتوا هنا في اختلاف بينكم وبين حد، في حد هيطلب منكم طلب الفترة اللي جاية كمان، وانتوا هيكون عندكم تضحية من اجل الشخص ده. طيب انتوا هنا يعني في حاجة بينكم وبين حد وما تمتش على خير، يعني انتوا كنتوا بتحبوا حد وسابكم، او حد كنتوا متعلقين بيه غدر بيكم، يعني انتوا في حد بتحبوه قوي من كتر الحب اللي انتوا بتحبوه حاسين ان انتوا هتموتوا عليهم، يعني في حب هوس، انتوا مهووسين بالناس دي اللي انتوا بتحبوها قوي، مشتاق لهم قوي، في طاقه في طرف متدخل بينك او بينك وشريك، يعني ممكن يكون في حد متجوز تاني، في حاجه مختلفه. انتوا الطريق قدامكم مفتوح وعشان كده هتحصلوا على النقله اللي انتوا عايزينها. الفتره دي حاسين ان هي صعبه، من اكتر الفترات اللي انتوا حاسين ان هي صعبه على قلبكم، يعني انتوا رغم ان انتوا بتستنوا حاجات بتحصل معاكم بقالها مده، بس انتوا حاسين بالطاقه السلبيه. في حد بيحطكم هنا تحت خانة الأمر أو تحت خانة سلبية، في حد عندكم اتخلى عندكم، اخلى عنكم، سابكم في لحظة انتوا كنتوا عايزين تكونوا يكون موجود، الله أعلم. كمان انتوا هنا عندكم حفظ حلو جدا من عند ربنا وهتكونوا مميزين. في سر عندكم متداري انتوا كاتمينه، يعني انتوا في يعني كاتمين سر رهيب جدا ومش قادرين ان انتوا تبوحوا عنه، بس انتوا محتاجين تتكلموا مع حد، محتاجين حد تسمعوا رأي حد، او انتوا تقولوا رأيكم لحد، محتاجين تغيروا، محتاجين تشوفوا ايه الجديد، عايزين تفعلوا اكتر من حاجة بس مش عارفين تبدأوا ازاي او تستعملوا الطاقة بتاعتكم ازاي. ليه؟ علشان خايفين جدا الفترة دي من ردة افعال ناس حواليكم، من امور عندكم الله اعلم. في علاقة غامضة عندكم، العلاقة الغامضة دي انتوا تعبانين فيها، مخنوقين، مش حابينها خالص، عايزين تطلعوا منها. حد عمل لكم سحر تفريق، سحر الكراهية، سحر المرض، اتعمل لكم فعلا سحر التفريق انتوا منكم، عشان كده خطوبتكم ما كملتش، جوازكم ما كملتش، كان حصل مشاكل بينكم وبين الشريك ما كملش، الله اعلم. انتوا هنا عندكم ابداع حلو فوق الوصف، رغم الرفض اللي عندكم، عندكم ابداع الفترة اللي جاية وعندكم طاقة معينة. انتوا حلمتوا بحاجة والحاجة اللي انتوا حلمتوا بيها دي حان الوقت ان انتوا تحققوها، حان الوقت ان انتوا تفعلوا من اجلها الحاجة اللي انتوا عايزينها.
بالكم مشغول بأكتر من حاجة، عندكم قضية عايزين تربحوها، عندكم طرف تالت بيتدخل في خصوصياتكم، فدي حاجة تعباكم. انتوا الفترة دي هتحمدوا ربنا. عندكم ذكاء خارجي الفترة دي، وخلوا بالكم من نفسكم. عندكم حد تخلى عنكم في لحظة انتوا كنتوا يعني ما كنتوش متوقعين ان هو يتخلى عنكم، الحد ده فعلا عرف يتخلى عنكم في وقت انتوا فعلا خلاص فقدتوا املكم. في حاجة جوه قلبكم مسببة لكم وجع، مسببة لكم ألم. عندكم بداية جديدة وهتتكلموا في حاجات كتيرة جدا. انتوا عندكم حاجات بتخلصوها الفترة دي، في بداية جديدة بس انتوا خايفين تكملوها او خايفين تدخلوا في علاقة، خايفين يعني خايفين من حاجات كتيرة جدا، فانتوا في حيرة، حيرانين اوي الفترة دي. علاقتكم غامضة بالشريك، فانتوا في حاجة استثنائية عندكم، الحاجة الاستثنائية دي قرارين حيرانين فيهم، موضوعين حيرانين فيهم، حاجة انتوا حيرانين فيهم بأي طرق. في نقط على الحروف هتتحط، وفي علاج هتاخدوه، وهيكون عندكم انتوا متواضعين الفترة دي، وعندكم كمان فترة من فترات معينة هتجمعوا الفترة دي كمان سعد. السعد ده هيخليكم انتوا تخشوا في مرحلة جديدة، عندكم سعادة. السعد ده هيخليكم انتوا فعلا مبسوطين بردة فعل لنفسكم. علاقاتكم بدأت تتحسن من بعد الألم، صبرتوا كتير جدا، صبرتوا يعني صبرتوا صبر كده على دراسة، ممكن البعض ممكن يكون شغال على دراسة الفترة دي، في خلاف هتحلوه مع حد. في قعدة والقعدة دي هتكون لطيفة جدا، هتكون فيها كده طاقة معينة. في حد من عندكم من الصحاب بيأذي فيكم؟ طيب انتوا كنتوا بتحبوا حد قوي او كنتوا معجبين بحد وليتوا ردة فعل ما عجبتكمش، فبالتالي قررتوا ان انتوا تنفصلوا او قررتوا ان انتوا تبعدوا عنه. في حيرة عندكم، في تقلب مزاج. انتوا هنا يعني واثقين من نفسكم جدا، واثقين من حبكم يعني اتجاه الشريف، بس في حاجة انتوا مش مهتمين بيها وضايعة عنكم، خدوا بالكم من الحتة دي. مستقبلكم في نجاح كبير، انتوا مدين ظهركم لأكتر من حد في حياتكم. كمان انتوا هنا عايزين تسافروا، السفر ده حلو، حلو جدا، خلوا بالكم، فياريت تستفادوا بكل عرض هيتعرض عليكم الفترة اللي جاية. عرضكم او العرض اللي عندكم ده حلو، ومستقبلكم هيكون جميل جدا، خط الحظ عندكم مفتوح جدا، فخدوا بالكم كويس جدا. او لو انتوا عندكم حد بيفسد في دراستكم، بيفسد في حياتكم، دايما انا اقول لكم ابعدوا عن اي حد ممكن يأثر عليكم في اي ضغوط. ليه؟ علشان خاطر الطاقة اللي أزياكم هي اللي عاملة لكم عراقيل فيها في حياتكم. انتوا عندكم فعلا حد بيحبكم من الأصدقاء، ويعني بيحب ان هو يتكلم معاكم، بيحب ان هو يبقى في بينكم أمور تجديد، حاجات مختلفة، طاقة معينة طبطبة لحد الله أعلم. بس انتوا الفترة دي في أمور بتاخدوا تدوا فيها، في طاقات معينة بتحاولوا ان انتوا تحسنوا فيها. كمان هنا انتوا مستنيين بفارغ الصبر حاجة كبيرة او حاجة معينة بعيدة عنكم، حاجة مختلفة الله اعلم، بس انتوا عندكم طاقة انتظار رهيبة. عندكم حدود، او هتحطوا حد مع حد. ذكائكم دايما بيكتشف لكم كل الناس اللي حواليكم، ذكائكم دايما بيخليكم مميزين عن اي حد ممكن يفكر ان هو يلعب بيكم او يغدر بيكم او يعمل لكم اي طاقة فيها اذى. في ربط احداث الفترة اللي جاية هيكون قوية جدا، ربط الاحداث ده هتكونوا انتوا فعلا مندفعين بيه. بينكم وبين حد علاقة على السوشيال ميديا، في تواصل اجتماعي بينكم وبين حد،
طاقة معينة بينكم وبين حد، في حاجة تخص التواصل الاجتماعي عندكم. طيب احب اقول لكم ان الفترة دي وشكم دبلان دبلان في اكتر من موضوع، بسبب النغزات اللي كانت بتحصل لحياتكم، بسبب الطمع اللي كانوا طمعانين، يعني طمعانينه فيكم. العراقيل اللي كانت عندكم دي حصل فيها اذى على حياتكم، رغم ان انتوا هنا مميزين في حاجات كتيرة جدا، رغم ان انتوا هيكون عندكم دفعة لقدام. كمان عندكم حد بيبادلكم نفس المشاعر، بس انتوا مش عارفين تعملوا ايه. كمان في علاقة ربطاكم وعلاقة فيها صمت، العلاقة دي مخلياكم انتوا مش عارفين يعني تعملوا ايه، او تتكلموا ازاي، او تواجهوا ازاي، او تفتحوا موضوع ازاي، امور ساكتين فيها. حرفيا انتوا حاسين ان انتوا خلاص بسبب حد من ابراج ترابية اذاكم طعنكم، بس الفترة اللي جاية هيكون في تفاؤل. التفاؤل ده حلو. رقم 4 ده بيميز لكم تحقيق الاهداف. طيب عندكم احترام وتقدير لشخص كبير عنكم، لشخص يعني انتوا بتحبوا تسمعوا كلامه جدا. برج الحمل، حصل عندكم انفصال بينكم، كان من حرف وحرف الراء، في امور عندكم عامله لكم عراقيل. الفترة دي انتوا مش عايزين تفكروا في الجواز، مش عايزين تفكروا في اي حاجة تخص الاستقرار، بسبب ان انتوا فعلا لقيتوا ألم وزعل، بس انا متأكدة ان هيجي الشخص اللي غير حياتكم. طيب في حل عندكم لحاجة عاطلة بقالها مدة، نقلة من بيت لبيت الفترة دي. انتوا مميزين في كشف الحقيقة اللي حواليكم، فدايما خليكم مميزين في كل حاجة. انتم حتى مستقرين مع نفسكم، ما بتحبوش التجاهل مع حد. عندكم هنا طاقة، طاقة حلوة، طاقة كلها تغيرات جذرية على جميع حياتكم. كمان انتم هنا بسم الله ما شاء الله عليكم، عندكم نور في بشرتكم، نور في وشكم. طيب مين اللي منعكم عن تحقيق هدفكم؟ في حد عندكم او الشريك او حد كبير، في حد منعكم عن تحقيق الهدف بتاعكم. خلوا بالكم انتم متحبوش حد يلعب بيكم، بتحبوا ان انتم تكونوا صراحة جدا، بس انتم فعلا الفترة دي عندكم حد واقف بينكم وبين تحقيق الهدف، مخليكم مش عارفين تعملوا اي حاجة انتم عايزينها، وانتم محبينش كده. انتم عليكم ديون عايزين تسدوها، عليكم حاجات عايزين تعملوها، عليكم تسديد لمواضيع، يعني تسديد لديون، وعشان كده في مواضيع هتتفتح الفترة دي، في طاقات عندكم انتوا هتفعلوها. كمان انتوا هنا بسم الله ما شاء الله عليكم عندكم خروج من محنة، خروج من ضيق، خروج من كسرة قلب، يعني اكتر من حاجة عندكم تعباكم، وهيبقى في طاقة ايجابية، وهتخرجوا من اي طاقة سلبية مأثرة عليكم في كذا، يعني في اكتر من حاجة، طبطب عليكم بشكل كبير جدا، وهيكون في استقرار، استقرار عاطفي، استقرار مادي، استقرار على اكتر من اسعد على حياتك. بس الشغلانة اللي هي مأثرة عليك هي الضغوط النفسية. انتوا يعني ناس كده بسيطة جدا فعلا، ومستقلين، ما بتحبوش الطاقة السلبية، بس كده ما شاء الله عليكم، يعني بسم الله ما شاء الله عليكم. طيب اقدر اقول لكم يعني انتوا في حاجات تعباكم، هي ايه؟ التعامل بجدية مع ناس مش لطيفة معاكم. في حد هيرقيكم الفترة دي برقية شرعية. طيب انتوا هنا يعني في ملء طاقة خير، طاقة ايجابية. انتوا حاسين انتوا مشكلتكم، انتوا حاسين مفيش حظ، وطول ما انتوا حاسين انه مفيش حظ، يعني ممكن تكون انتوا حاسين فعلا انه مفيش حظ عندكم، وده اكبر غلط. دايما اقول احذروا من الابراج الترابية، مش تحذروا منها حذر، انتوا مفيش اتفاق بينكم وبين ابراج ترابية، في دايما شد،
في دايما طاقة سلبية مأثرة عليكم، في أمور فيها يعني عراقيل ليكم، أو أنتوا مش فاهمين الشريك بمعنى أصح، حاسين إن مفيش استقرار بينكم، حسيتوا إن مفيش مواضيع واضحة بينكم، بس بتحاولوا بقدر المستطاع توضحوا كل حاجة في حياتكم. أنتوا بتحبوا الثقافة جدا، بتحبوا إن أنتوا يكون عندكم تبادل في أشجار، تبادل في أوراق، تبادل في طريق، فعشان كده البعض منكم عايز يغير عربيته، البعض منكم عايز يغير حاجة معينة في حياته، البعض منكم عايز يعني يعمل أكتر من حاجة جديدة في حياته، البعض منكم عايز يهادي حد تليفون، أو أنتوا عايزين تجيبوا تليفون. بعض الطاقات بتاعتكم عالية، بس أنتوا من وقت للتاني بتقفلوا على نفسكم كل الطاقات بتاعتكم، بتقفلوا على نفسكم كل الأمور اللي أنتوا فيها بسبب الطاقات اللي مأثرة على جميع الأسعد بتاعتكم. عندكم تحقيق هدف، تحقيق حلم، تحقيق نقلة في حياتكم. كمان الفترة دي فترة يعني طاقة معينة ليكم، فترة خروج من محنة، خروج من ضيق، ناويين تعملوا أكتر من حاجة الفترة دي. كمان حد هيجي ويقول لكم على حاجة معينة هتعملوها، هتكونوا مبسوطين جدا، وممكن الحاجة اللي هتعملوها دي يكون طاقة. انتوا لازم تحصنوا نفسكم، الطاقة السلبية بتأثر عليكم وبتأثر على أولادكم، بتأثر على حد ليكم، خلوا بالكم. يعني انتوا ممكن يكون عندكم حد بيبص على حاجتكم، بيبص على خصوصياتكم، بيبص على أموركم، بيبص على كل حاجة عندكم، فياريت تخلوا بالكم علشان انتوا عندكم طاقة حسد بتتجدد لكم أول بأول، وده مخلي وشكم دبلان، ومخليكم انتوا بتعانوا من تساقط شعر، من خمول، من كسل، من إرهاق، من تعب نفسي، شوية تعب عندكم بيزيد، وده بسبب الحسد الشديد اللي عليكم. خليكم دايما مميزين، ان انتوا تعرفوا تكتشفوا حقيقة الأشخاص اللي حواليكم. كمان انتوا واخدين على خاطركم من حد، زعلانين من حد، حد ما توقعتوش ان هو يعمل كده فزعلكم، او انتوا مخنوقين من اللي عملوا فيكم، زعلانين من اللي بيعملوا معاكم، الله اعلم، بس انتوا واخدين على خاطركم بشكل كبير جدا منه، وبتقولوا هو بيعمل معانا كده ليه، احنا كويسين جدا معاه، احنا بنتعامل معاه بما يرضي الله، بس هو ما بيتعاملش معانا بما يرضي الله. عندكم حبيب الفترة دي هيقف معاكم، الطريق بتاعكم حاسين ان هو مضعضع، حاسين ان هو مش مستقر، وعشان كده هيكون عندكم استقرار الفترة اللي جاية، وهيكون عندكم طاقة معينة حلوة، عندكم حد هيهتم بيكم وهيهتم بعلاقاتكم وهيهتم بتغيرات عندكم حلوة، وهتكونوا انتم مبسوطين الفترة دي، فانتوا الفترة دي هي فترة نجاحكم، فترة الازدهار بتاعتكم، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم الفترة دي، وتحاولوا ان انتوا تفعلوا الحاجات الجديدة اللي في حياتكم. ليه؟ علشان انتوا هيكون عندكم استقرار نفسي وجسدي ومادي، واكتر من استقرار عندكم، حتى في خبر هيعوم على العيلة بتاعتكم وهيفرحكم قوي الفترة دي، وهتكون عندكم في طاقات طاقة كده، عندكم دفعة لقدام. البعض منكم هيقعد في قعدة وهيحاول يدافع عن طرف تاني في حياته، هيحاول يدافع عن حد، وهتكونوا مبسوطين جدا الفترة اللي جاية، هي فترتكم. اتمنى لكم الخير، فياريت تخلوا بالكم من نفسكم قوي الفترة دي، ويكون عندكم تغيرات جذرية على جميع الأصعب بتاعتكم. انتوا هنا قاعدين وساكتين وشايلين هم الدنيا، وبتقولوا ربنا يسترها ويعدي الفترة دي على خير. اتمنى لكم كل ما هو جميل، اتمنى لكم السعاده والهنا والرزق والتفاؤل، اتمنى لكم الانبساط الفتره اللي جايه، ولو عجبتكم القراءه ما تبخلوش عليا باللايك الحلو وبالتعليق الجميل، وبشروني زي ما ببشركم بالفيديوهات بتاعتكم.